أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. كنت أود أن أجدد أو يجدد التقدم الاشتراكي قيادته. هذا ما قاله نبيل بن عبد الله الأمين العام القديم الجديد لحزب التقدم الاشتراكي، وأنه لم يكن يود الاستمرار في قيادة هذا الحزب. الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء، شكرا لكم ولكن بأنه في نهاية المطاف رغم إصراري على عدم الاستمرار في المسؤولية كأمين عام، رغم اقتناعي الراسخ بأنه آن الأوان لتجديد الدماء، رغم هذا الاقتناع الراسخ لم تكون الظروف مناسبة ربما ليتم ذلك على الأقل بالنسبة للأمانة العامة. وها أنتم قررتم بمبادرتكم أن أواصل هذه المسؤولية، سأعمل على ذلك. هل كان كلامه للاستهلاك السياسي وإظهار نفسه كأنه لا بديل له في قيادة التقدم والاشتراكية، خصوصا وأنه لم يتم وضع أي ترشح لخلافته من باب بعد فتح الباب لوضع ملفات الترشح؟ ربما أكد ابن عبد الله أن المؤتمر 11 الذي عقده الحزب يومي الجمعة والسبت الماضيين دفع به إلى الاستمرار في منصبه. وسبق لنبيل بن عبد الله أن صرح في سبتمبر الماضي أنه لن يقدم ترشيحه لمنصب الأمين العام، مؤكدا أنه آن الأوان أن تكون هناك قفزة جماعية وأن يتم تغيير الأشخاص. هذا ما لم يحدث. قال: طلبت من الحزب إعفائي رغم أن هناك أصوات تصلني في إشارة إلى مطالبته بالبقاء على رأس الحزب. والخطة لإظهار أنه لا يطلب المزيد من الولايات هي ألا يضع ترشحه هو أيضا، وهو ما دفع مندوبي الحزب إلى ترشيحه عبر لائحة توقيعات. عندما يقول نبيل بن عبد الله أن الحزب تغير وأصبحت لديه وجوه جديدة وروح أخرى، أليس الأحرى به أن يترك المجال لأحد تلك الوجوه لخلافته وتنزيل توجهاته وأفكاره في المرحلة المقبلة؟ وقد صوت لصالح بن عبد الله الذي كان مرشحا وحيدا 415 صوت من أصل 432 صوت مقابل إلغاء 17 صوت، وبإعادة انتخابه يستمر بن عبد الله في الأمانة العامة منذ العام 2010 تاريخ انطلاق ولايته الأولى. بعدها أعيد انتخابه سنة 2014 ثم في العام 2018. وانطلق المؤتمر الوطني 11 لحزب التقدم الاشتراكية ببوزنيقة دون مرشح منافس للمؤمن العام، حيث أغلب أعضاء المكتب السياسي للحزب توافقوا على أن يبقى ابن عبد الله على رأس هذا الحزب اليساري التقدمي. وقد ضيق القانون الأساسي حلقة الترشح للأمانة العامة لفسح الباب أمام الأمين العام للاستمرار على رأس الحزب الذي انتخبه أمين عام للولاية الرابعة، إذ فرض القانون على كل مترشح لمنصب الأمين العام أن تتوفر فيه العديد من الشروط، من بينها أن يكون عضوا سابقا في المكتب السياسي واللجنة المركزية، وأن يتقدم في ملف ترشيحه بتوقيعات تضمن أو تتضمن 10 أعضاء المؤتمر يمثلون 10 جهات ما يناهز 100 توقيع، كما أن آخر أجل لإيداع الترشيحات لمنصب الأمين العام هو السبت على الساعة 12:00 زوالا. ورغم أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر فتحت الأبواب للترشح للأمانة العامة للحزب خلفا لابن عبد الله، إلا أن أصواتا داخل الحزب رافضت أي منافسة للأمين العام، مشددة على ضرورة التمديد للرفيق بن عبد الله لقيادة الحزب للمرة الرابعة، لأن أي تغيير لقيادة الحزب حسب زعمهم في هذه الظرفية ستكون مغامرة غير محسوبة العواقب.
وأكدت مبادرة لنواصل المسار التصحيحي المعارضة لابن عبد الله في بيان أنه بغض النظر عن مآلات المؤتمر الحالي فكل المؤشرات المقلقة والصادمة من حيث الحياكة التنظيمية المغلة في تقزيم سلطة القواعد حسب قولهم والتضييق على المشاركة الحقيقية وإجهاد أي أمل في التغيير ومن خلال توجيه تركيبة المؤتمر بكتلة من المشاركين الوافدين الذين لا رابط ولا انتماء متجدد لهم والذين بمقرر تنظيمي تعكس النزعة التحكمية للأمين العام وإصراره على تحويل المؤتمر إلى محطة لخدمة مساره الشخصي المتمثل في ما أسموه بسرقة ولاية رابعة واختطاف الحزب حسب زعمهم. في المقابل اعتبر إسماعيل حمراوي عضو اللجنة المركزية للتقدم والشركية أن الإرادة الجماعية داخل الحزب لها رأي آخر ويرتبط أساسا هذا الرأي بقناعة ترى في بن عبد الله كل مواصفات قيادة الحزب باعتباره رجل دولة وذو تجربة سياسية كبيرة تواصليا وتدبيريا. رشيد الأزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري علق لبوليتيكو أنه كان على نبيل بن عبد الله أن يعترف بكل مسؤولية بوجود أصوات معارضة ما دامت الديمقراطية تقاس بطبيعة التعاطي مع المعارضين، مشيرا إلى أنه من خلال هذه التجربة فإن ممارسة الديمقراطية الداخلية ما زالت محدودة في منظومة حزبية تميل كل الميل نحو نفي الآخر المعارض. رشيد الأزرق أيضا أكد وهو أستاذ للعلوم السياسية والقانون الدستوري أكد لقناة بوليتيكو أن إعادة انتخاب بن عبد الله أمينا عاما للتقدم والاشتراكية للمرة الرابعة على التوالي تؤسس لتراجيديا سوداء يكشف بالملموس عطبا في تكريس مبدأ الديمقراطية التي تقوم على التداول على القيادة وبشكل أخص في حزب يدعي الحداثة والتقدمية. وشهدت المرحلة الأخيرة من ولاية نبيل بن عبد الله على رأس الحزب المعارض انتقادات كبيرة قادها العديد من أعضاء الحزب وقياداته في إطار تيار سنواصل الطريق وصل لحد طرد أعضائه من المكتب من طرف المكتب السياسي. واضح أن صراع الإرادات بين الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله ومعارضيه الذين لا يرغبون في استمراره على رأس هذا الحزب لم تحل دون تنظيم المؤتمر الحادي عشر حيث اتهمت مبادرة لنواصل المسار التصحيحية محمد نبيل بن عبد الله بإدخال واحد من أعرق التنظيمات السياسية بالمغرب في نفق مظلم بسبب إصراره على فرض منطق التحكم وتجاهل مجموع الآراء والأفكار التي تنادي بالانتصار للمصلحة الحزب وإطلاق مسار إصلاحي يستوعب كل التفاعلات المعبر عنها حسب رأيهم. ويبدو أنه كانت هناك عرقلة لإيجاد بديل قيادي أو تضييق عليه. وقد أكد رشيد الأزرق أن هذا التوجه يعطي مؤشرا بكون المنظومة الحزبية لا تؤمن بالعمل الديمقراطي بصورة مبدئية وإنما تتعامل معه بشكل وظيفي مصلحي فقط حيث ترى أن المشهد السياسي يسمح لها بالتحرك وتحقيق أهدافها وهي تسعى لاستغلال هذه المساحات إلى أقصى درجة وهو أمر اعترفت به بعض قيادات التقدم والاشتراكية نفسها. ولازال الحزب يعيش صراع الإرادات بين الأمين العام للحزب ومعارضيه الذين لا يرغبون في استمراره على رأس الحزب حيث اتهمت مبادرة لنواصل المسار التصحيحية محمد نبيل بن عبد الله بذبح الديمقراطية الداخلية وفرض أجندة بتطلعات شخصية صرفة في وقت هاجم بن عبد الله معارضيه ووصفهم بالشرذمة والعناصر المشبوهة.
حركة صحية دي. وحدين اخرين من نفس الطينة ممارستهم لطخات الحزب، لأنهم توصلنا بشكايات عديدة حول أنهم كيديروا أمور غير أخلاقية. قلال من الدار البيضاء، من بن سليمان، من ما عرفتاش. كذلك أمام التعنت ديالهم واستمرارهم في هادشي، كذلك خدينا في حقهم إجراءات تأديبية. ما عندهمش أي موقف سياسي ولا وثيقة، لا هذا الأول اللي هضرت عليه ولا هادو الآخرين، ما عندهمش كاين شي وثيقة ولا شي حاجة ولا شي انتقاد ولا شي توجه سياسي مخالف. وآخر ما أنتج هو هاد اللي ناضو كيقولوا أنهم عندهم كيشكلوا شي حركة صحيحية، فيهم بعض العناصر مطرودين بداية من الشبيبة ديال الحزب لأنهم مارسوا أساليب غير أخلاقية إزاء القيادة الوطنية ديال الشبيبة. سيروا سولوهم، سولوا الشبيبة. ومن بعد لما سال المسلسل الانتخابي خرجت لنا واحد الوثيقة خارج الحزب بلا ما تناقش في المكتب السياسي، إلا اعتبرتوا هذا الشيء أمر طبيعي، بلا ما يجي شي حد يقول لهادو بعدا يحترم هادو، ما يحترمنيش أنا، يحترم هادو كاملين المكتب السياسي ويقول لهم أنا اليوم باغي نطرح معكم وثيقة تصور بديل على هذا الشيء اللي درنا. ما جاش، مشاو ونشروا واحد الوثيقة خارج الحزب، ولما أخذناهم على ذلك وقلنا لهم شنو هذا الشيء هذا، قبل ما تنشروا شي حاجة خارج الحزب جاو هضروا معنا حنا بعدا نتفقوا معكم، ولا ما اتفقناش معكم عاد خير وخرجوها. قلت لها حنا ما نهضروا مع حد، حنا حقنا هذاك. ولما حاولنا نحاسبهم قال لك ما تجيوش تحاسبونا. وقد احتج معارضوه المنتمون إلى هذه المبادرة التصحيحية على ما أسموه بالتهميش والمنع الذي تعرضوا لهما لها، رافعين شعارات تطالب برحيله عن قيادة الحزب. نبيل بن عبد الله اعتبر تحرك المناوئين له تشويشاً عطراً محدقاً بالديمقراطية والعمل السياسي بالمغرب، فيما أعلنت المبادرة في بيان رفض ما وصفته بمسخ هوية الحزب بعد ابتعاد أبنائه وتراجع مستوى وسقف النقاش السياسي في مرحلة سياسية داخلية دقيقة. رشيد الأزرق أكد أن القيادات المستهلكة سياسيا لا يمكن أن تؤسس لفضاء ملائم بسلوكها، هكذا تهدم الطاقات وتعبر عن إفلاس سياسي يهدم الثقة في إحداث نقاش ديمقراطي وتؤسس للمجهول السياسي. هذا ما قاله رشيد الأزرق. أي إصلاح من المفروض أو المفترض أن يكون عنوانه التجديد على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة وليس التنصل من المسؤوليات والاختلالات التدبيرية. مثل هذه التصرفات تهدم الإيمان بالديمقراطية وتخنق الجيل الجديد المطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي لن تكون إلا بفسح المجال للجيل الجديد قادر على الإبداع والعطاء ويؤسس لدولة الجامعة قومها الوضوح والسياسي وعنوانها الأمل في الغد. وازدادت التقاطبات داخل الحزب، حزب التقدم والاشتراكية، بعدما طرحت مبادرة سنواصل الطريق التي تعرض الولاية الرابعة لمحمد نبيل بن عبد الله استطلاعا للرأي بخصوص التجديد الأمين العام الحالي. عبر المشاركون في الاستطلاع أن رفضهم لولاية رابعة جاء بعد تكريس غياب للديمقراطية الداخلية حسب رأيهم، وتكريس عزوف الشباب عن الانتماء للأحزاب السياسية وعدم المساهمة في خلق دينامية جديدة داخل المجتمع، ثم عدم المساهمة في تحسين أداء الحزب، وأيضا عدم المساهمة في تجديد نخب هذا الحزب. إلى اللقاء.